من المرتقب أن يسجل خليفة واحد حلالوزيج على رأس العارضة الفنية للخضر الفرنسي كريستيان غوركيوف حضوره في نهائي كأس السوبر الجزائرية، والذي سيجمع بين الغريمين مولودية الجزائر واتحاد العاصمة يوم 9 من أوت المقبل. وسيكون نهائي كأس السوبر الخرجة الرسمية الأولى للمدرب السابق لنادي لوريون الفرنسي مع المنتخب الوطني، أين سيقوم بمعاينة الأسماء المحلية، خاصة وأن تشكيلة الناديين العاصميين تضمان العديد من اللاعبين الدوليين في صفوفهما على غرار مموش خوالد فرحت من الاتحاد وحشود قراوي وربما شوشي من جانب المولودية. وفي سياق آخر، فصل غوركيوف في الجدل القائم بشأن هوية مساعده في الطاقم الفني للمنتخب الوطني، حين أكد في تصريحات إعلامية أنه لن يكون بحاجة إلى مدرب مساعد في مهمته، وأنه ليس من المدربين الذين يعتمدون على مدربين آخرين.